سان بيترسبرغ ستاديوم. مباراة تبدأ بالهتافات والتشجيعات وستنتهي بالدموع من دون شك، سواء دموع النيجيريين على أدائهم وخروجهم ربما أو دموع الأرجنتينيين الذين ستتهاطل بكثرة بما في ذلك على ميسي وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الأرجنتين. بدأنا المباريات الإقصائية قبل الموعد، المباراة الثالثة في هذه المجموعة نيجيريا في مواجهة الأرجنتين من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج متعلق الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا المنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بأوزو في حرسة المرمى، تروست إيكونغ رفقة بالوغون وأميرو في وسط الدفاع، برايان إيدو على الجهة اليسرى، فيكتور موزيس يكون على الجهة اليمنى، إنديدي رفقة إيتيبو وتومي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الأمامي إيدياتو وكذلك أحمد موسى فيبو ماركوس روخو يفضل الكرة البعيدة. وين يا أوتاماندي؟ وين حتى الأرجنتين؟ آه دخل إيتيبو وصل إيتيبو 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 ما خطيرة كانت الجهة اليمنى، راح ليو راح ليو مر ليو مازالو فرصة والتوغل من تاغليا فيكو مدافع نادي أجاكس توغل، بانيجا حطها له على طبق راوغ وسدد كرة عالية بعيدة على مرمى فرانسيس أوزو مرة جوية. ما زالت نيجيريا من هنالك محاولة التوغل والتسديدة بعيدة من أحمد موسى، مرت سلامات على فرانكو أرماني. يا فرانكو يا أرماني لم دار ميسي دخل ميسي على جهة رونا ميركادو والدفاع وميركادو غفير ودرجة صعبة إينياتشو جا بانيجا راح ميسي دي ماريا بابا البطاقة الحمراء لا صفراء